بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقدت بلادنا اليوم أحد أبنائها الأوفياء المخلصين، الفريق أول جمال عمر، والذي لبى لنا ربه في صبيحة هذا اليوم بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وهي يؤدي واجب الوطن. تعرفنا على الفقيد الراحل في خلال 6-7 أشهر الماضية، وجدناه نعم الصديق والرفيق. كان جمال مخلصا يؤدي واجبه بامتياز، وكان شعلة من النشاط، تميز بإخلاصه وتفانيه في قضايا الوطن، وكان ذلك الجسر الذي ربط بين المكون المدني والعسكري في الفترة الانتقالية. أدى واجبه في ملف السلام بكل الجدية والإخلاص، وظل يعمل في هذا الملف، مما أكسبه احترام كل الذين تعاملوا معه، الحركات الكفاح المسلح والجانب الخاص بالحكومة. نفتقد جمال كثيرا، وسيظل موقعه شاغرا. أتقدم بأحر التعازي لأسرته المكلومة، لأصدقائه، لرفاقه، ولكل الشعب السوداني. تغمده الله بواسع رحمته، وألهمنا الصبر الجميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.